وحوي يا وحوي، هو يعني ايه وحوي يا وحوي اصلا؟ ومين اللي غناها؟ وليه الاغنيه دي ارتبطت بشهر رمضان اصلا؟ وايه حكايتها مع الفراعنه؟ حدوته هحكيها لك من طقطق. السلام عليكم. سنة 1937 كان في مطرب شاب اسمه أحمد عبد القادر جاي من الشرقية وبيحاول إنه يلاقي فرصته في الاعتماد في الإذاعة. وقتها كانت الإذاعة بتعمل أغاني رمضان وبتوزعها على المطربين الشباب والمطربين المعروفين برضه. في الوقت ده كان محمد حلمي المنسترلي كاتب أغنية اسمها وحوي يا وحوي ومستوحيها من تراث مصر القديمة. وحوي يا وحوي دي بقى ليها حدوتة طويلة. يعني إيه وحوي يا وحوي؟ وحوي وحوي يعني أهلا أهلا. وإياح هو اسم إياح حتب أمر الزمان ملكة المصريين القدماء في الأسرة السبعتاشر. علشان كده المصريين كانوا بيطلعوا يهتفوا لها وحوي يا وحوي، إياح يعني أهلا بالأمر. ومؤلف الأغنية محمد حلمي المنسترلي قرر أن يستعين بالجملة التراثية دي ويصغها في قالب أغنية عربية تتغنى في العصر الحديث يبقى لها علاقة بشهر رمضان. لما محمد حلمي كتب الأغنية دي عدد كبير من المطربين كانوا مقلقانين منها، لكن أحمد عبد القادر خدها وقال لا أنا هغنيها وهعمل شغل جامد بيها جدا. والحقيقة أن الأغنية نجحت لأنه كان مصطلح جديد جدا على الناس، لدرجة أنه يعني بعد كام سنة تقريبا سنة 53 قرر فتحي قورة أنه يعيد صياغة الأغنية دي ويقدمها في فيلم قلبي على ولدي اللي أخرجه هنري بركات، وغنت الأغنية دي في مطربة لبنانية اسمها هيام يونس على ما أفتكر. يعني المفاجأة أن نجاح الأغنية الأولى اللي اتعملت سنة 37 فضل مغطي على الأغنية الثانية اللي اتعملت سنة 53. الأغنية الثانية ما نجحتش، عشان كده الناس لسه لغاية دلوقتي فاكرين الأغنية الأولى اللي غناها أحمد عبد القادر، ولو إنهم مش عارفين مين هو أحمد عبد القادر. فضلت لحد اللحظة دي وحوي يا وحوي جملة مصرية مرتبطة بشهر رمضان، مرتبطة بمصر القديمة، وكل رمضان لازم الأطفال تمسك الفوانيس وتغني وحوي يا وحوي، يمكن هم مش عارفين يعني إيه وحوي يا وحوي. كل سنة وأنتم طيبين. وحوي يا وحوي، وحوي يا وحوي.